عسلامتكم الناس الكل. اليوم باش نوريولكم القهوة العربي ولا نسميوها الكافي تورك. دونك باش نبداو لا روسيت نتاعنا، ناخذو نفس الكاس اللي باش نشربو فيه لا كونتيتي تاع الماء. دونك نصبو الماء لهنا كيما تشوفوا، صبوها في كاسارول صغيرة. نحلو مع النار نتاعنا، مازمهاش تكون قهوة القوية برشا، الكافي برولي كافي غاتي. دونك ناخذو بور لا كونتيتي تاع الكاس مغرفه صغيره تاع قهوه عربي، ومغرفه صغيره تاع سكر. نبقاو نحركو مليح، دو بريفيرونس كل كاس نطيبوه وحده باش تجينا فيه هيك الرغوه. اونتخو طون نجمو نحضرو الكاس نتاعنا، نحطو فيه قطره نتاع زهر الروح الزهر كيما تشوفوا هنا. مازمناش نكثرو خاطر روح الزهر قويه شويه. ديما نحركو باش ما تشدناش. نستناوها حتى لين تغلى. احنا طيبناها احنا على الغاز، دو بريفيرونس واحد يطيبها على الكانون والا على الفحم. دونك مرة جاية ان شاء الله هنوريلكم الطريقة على الفحم، نفس الطريقة جوست الطياب يختلف. دونك هنا بدات تغلي، دونك دوب ما تطلع ديريكت نصبوها لازم في الكاس. فوالا هذه قهوة عربي نتاعنا حضرت. دونك كي نحبو نعملو بور هنا كيما تشوفوا قهوة نتاعنا في الطبق التقديم، نجمو نشربوها مع شوية حلو. ان شاء الله تكون الوصفة نتاعنا عجبتكم، وما تنساوش بالشين نتاعنا، وان شاء الله في فيديوهات اخرى.